نحط عليها جبنة بتفركها شوي صح؟ مش تبغيش تبغيش على الآخر يعني إيش هو منه؟ سكان البلد هون في عنا هون بيت حصيرة موجود اليوم بس مهجور يعني في متعلمين هذا بيت جدي اللي بحوش هون كتير يعني متعلمين احنا سكان بحوش بصنع اهلا وسهلا بيت الامور بيت ربيع مين؟ امور حصيبة لا انا جدي كمان حصيبة ابو جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شايف أكبر بيت في باب الساحة أصلاً فيه. إيه تحب شو شايف؟ اسمه إيه؟ أي أمانة جاهز الله يرضى عليك. صب صب يا جماعة صب. أنا شايف الشيخ ما بتعوضه؟ لا بتعوضه. أنا وعدت الطلاب أنا بدرس طبخ. وعدت طلابي اني اجي اصور معك وافرجيهم الفيديو لا بالاردن خلص بدك تصب له مش مشكله لا وما بكبس الكنافه كمان حكى لي ما بكبس القاعده عشان بتلبط وبعدين القطر ما بدخل لجوا بصير في طبقه وما ما بتنزل ما بنزل القطر لجوا الكنافه وهيك بتلبط بس برشها رش قاعده هون وما بتكون سميكه بعدين الجبنه هاي نوعها ما بنزل مي يعني ما راح يضطر انه ينشف المي منها اه هاي غنم بقر سوري بقر عشان انا بالسعوديه وبتوحى مع كنافه زاكيه فبعملهم مرات بالبيت عشان اعرف ايش الاخطاء اللي بتطلع معي بتنفرك العجينه شوي بالسمنه وبنحط قاعده وبعدين بتنفرد عليها رش مش كبس شوفي بتفرق لما تكون بقرعه من الغنم شوفي سيدي شوف للبيت في ناس بحبوا بيعملوا الغنميه بقول لك تعطيها نكهه بس الغنم بتعطيها طعم كثير ظاهره إيه انا بصراحه في ناس بيغبوش طعم الجبنه الغنميه لاجل طعمها لك هيك الغنم فيها فلا بنقدر لا الكنافه اللي بس البقر فيها بقول لك فرق هلا الجبنه لها نكهه البقر اخف من الغنم